السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة جماعة اللقاء يعتبر من اللقاءات المهمة جدا، وهي رؤية موت الأم في المنام. أحيانا ممكن أشوف، والرؤية دي بتتكرر مع كتير من الناس، إن أنا أشوف أمي ماتت في المنام. من الممكن إنها تكون عايشة موجودة في الحقيقة، ومن الممكن إنها تكون متوفية وبشوفها بتموت في المنام. أحيانا ممكن أشوف الأم ميتة، أشوفها في المنام إن هي عادت للحياة، وهكذا. دعونا نتعرف على هذه الرؤى. طبعا أنا هتكلم عن 18 رؤية تخص موت الأم في المنام. دعونا نقف مع كل رؤية ونفصلها ونشرحها. الرؤية الأولى رؤية موت الأم وهي في الحقيقة حية عايشة. هذه الرؤية ليست محمودة، تدل على المشاكل وربما يأتي بسببها تعب أو مرض. إننا أشوف أمي في المنام أنها ماتت وهي موجودة في الحقيقة. هذه الرؤية تدل على المشاكل وربما تأتي بسبب هذه المشاكل، يأتي من وراء هذه المشاكل التعب وربما تصل إلى المرض. 2 رؤية موت الأم للرجل وهي ميتة لها 3 تفسيرات. الرجل المتزوج رأى في المنام أن أمه قد ماتت وهي في الحقيقة ميتة متوفية. 1 إما أن هذه الرؤية تدل على زواج لأحد أفراد العائلة. أنا عايزكم تركزوا معايا. الرجل المتزوج رأى في المنام أن أمه قد ماتت وهي في الحقيقة متوفية. من معاني هذه الرؤية زواج لأحد الأفراد. هذه 1. 2 موت شخص عزيز علي لو أنه مريض. هذا شرط، لو أنه مريض. 3 قد يحدث طلاق لزوجته. التفسيرات دي يعني سبحان الله العظيم، أنا لا أزكي نفسي، أعوذ بالله من العجب ورؤية النفس، مش هتسمعوها كتير. فرؤية الرجل المتزوج لأمه وهي ميتة إما زواج لأحد أفراد العائلة وهذه الرؤية محمودة، أما الثانية والثالثة غير محمودة. إما موت شخص عزيز علي لكن بشرط إن الشخص ده يكون مريض في الحقيقة، يبقى دي إشارة لموت هذا المريض، وإما طلاق زوجة الرجل المتزوج الذي رأى هذه الرؤية. 3 رؤية موت الأم للمرأة المتزوجة وهي ميتة، نفس الرؤية بتاع الرجل المتزوج. تدل هذه الرؤية على مشاكل مع الزوج، وهذه الرؤية بالنسبة للعزباء تدل على الكر الشديد الذي سيقع على البنت العزباء. يبقى معانا رؤية 1 لثلاثة أشخاص، رؤية موت الأم وهي ميتة للرجل المتزوج، وكذلك المرأة المتزوجة، وكذلك البنت العزباء. وبالمناسبة هذه الرؤية تمشي أيضا بالنسبة للمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة والمرأة الحامل والمرأة المطلقة. فهذه الرؤية رؤية واحدة مع الرجل، قلنا زواج لأحد الأفراد أفراد العائلة، موت شخص عزيز بشرط أن يكون مريض، 3 طلاق الزوجة. بالنسبة للمرأة المتزوجة ومعها المرأة الأرملة والمطلقة تدل على مشاكل مع الزوج، ده بالنسبة للمطلقة. أما بالنسبة للمتزوجة، أما بالنسبة للمطلقة
الأرملة مثل البنت العزباء، تدل على الكرب الشديد ومع شديد الأسف. الرؤية الرابعة أو الحلم الرابع، رؤية موت الأم وهي ميتة في الحقيقة، ما هي نفس الرؤية لكن في حاجة هنزودها. ورأى صاحب الرؤية لموت أمه في المنام عزاء، يبقى نفس الرؤية اللي اتكلمنا عنها بس في زيادة. إيه هو؟ شفت أمي إن هي بتموت في المنام وهي ميتة في الحقيقة، لكن شفت لها عزاء كبير. هذه الرؤية ومع شديد الأسف تدل على مصيبة، ولكنه سينجو منها إن شاء الله، سينجو منها إن شاء الله. خمسة، رؤية رجوع الأم إلى الحياة وهي في الحقيقة متوفية. شفت أمي في المنام أنها عادت للحياة في المنام وهي في الحقيقة متوفية. هذه الرؤية محمودة للغاية، تدل على قدوم الفرح والسعادة. وقيل لو أن هناك مريض لصاحب هذه الرؤية قد يأس منه الأطباء، سيشفى بإذن الله تبارك وتعالى بدلالة هذه الرؤية. ستة، رؤية موت الأم والبكاء عليها في المنام، ولكن ركزوا في الكلام، أنا عايزكم تكونوا يعني مركزين في كل كلمة، لأن كلمة واحدة تخلي المعنى مختلف. رؤية موت الأم والبكاء عليها، شفت أمي في المنام ماتت وببكي عليها، لكن بدون صراخ، بدون عويل زي ما بنشوف كده، لا، موت وبكاء فقط، مفيش أكتر من كده. هذه الرؤية تدل على طول العمر لصاحب الرؤية، وتدل على الخير والبركة. رؤية موت الأم وهي ميتة أساسا في الحقيقة، لكن شفتها ماتت وببكي عليها، لكن ما فيش صراخ، خير وبركة وطول عمر. أما إذا كانت نفس الرؤية، ماتت الأم بكيت عليها وصرخت، فيه صويت وعويل زي ما بنشوف كده، هذه الرؤية تدل ومع شديد الأسف على المرض لصاحب هذه الرؤية. تمانية، رؤية الأم أنها قد ماتت في المنام ولكنها حية عايشة في الحياة في الحقيقة، هذه الرؤية بالنسبة للعزباء تدل على وقوع مكروه لها. البنت العزباء لو شافت أن أمها ماتت في المنام ولكنها في الحقيقة موجودة، هذه الرؤية تدل على مكروه سيحدث لها. تسعة، نفس الرؤية لكن للرجل، ماتت الأم في المنام وهي موجودة في الحقيقة، بالنسبة للرجل تدل على المشاكل والصعوبات في الحياة. عشرة، رؤية الأم المتوفية أنها تركت وصية، شفت أمي في المنام ماتت وسبت وصية، هذه الرؤية تدل على الرضا أن أمك في الحقيقة راضية عنك. طبعا أنا شفت أمي متوفية لكنها موجودة في الحقيقة، فهذه الرؤية تدل على رضا الأم على صاحب الرؤية. 11، رؤية الأم المتوفية تضحك ولكنها متوفية في الحقيقة، شفت أمي وهي متوفية، شفتها في المنام أنها ماتت وهي تضحك، تدل هذه الرؤية على أن هذه الأم في مكان عالي عند الله، رؤية في منتهى الروعة، في منتهى الجمال، فيها خير للأم المتوفية أنها في مكان عالية. ليه؟ لأن يا جماعة الميت في دار الحق، وحينما يكون مرتاح ويكون سعيد هذه الرؤية تنعكس على شكله في المنام، فحينما يأتيك يضحك اعرف أنه سعيد
وأنه في مكانة عالية عند الله، والعكس صحيح، حينما يأتي الميت وهو حزين يبكي مريض، كل دي تدل على أن الميت عند الله تعبان، يحتاج إما إلى دعاء أو إلى صدقة أو إلى آخر هذه الأمور. 12، رؤية الأم المتوفية تبكي، إلا أنا لسه بتكلم عنها، فإن هذه الأم المتوفية وهي في الحقيقة متوفية مش موجودة، تدل هذه الرؤية حينما أرى أن أمي التي ماتت في الحقيقة أراها في المنام وهي تبكي، هذه الأم تحتاج إلى الدعاء وإلى الصدقات. 13، رؤية الأم المتوفية حزينة، هذه الرؤية تدل على قدوم الأخبار السيئة ومع شديد الأسف. فأنا عايزكم تاخدوا المعلومة دي، مش هتحتاجوا لمعبر فيها، الميت يجي لك في أي صورة حزينة اعرف إنه تعبان، يجي لك في أي صورة مفرحة اعرف إنه سعيد وراضي عنك. الرؤية اللي بعد كده 14، رؤية الأم المتوفية توبخه، طبعا الكلام لأي أحد، أنا شفت في المنام أمي وهي متوفية في الحقيقة، شفتها في المنام توبخني، عملت توبخني، عملت تأنبني على أمر ما. هذه الرؤية تدل على أنك تفعل أشياء خطأ في الحياة وهي تحذرك، وهي تحذرك. فاللي يشوف الرؤية دي إن أمه أو أبوه جوله في المنام وبيوبخوه، المفروض ينتبه يشوف هو بيعمل إيه في الحياة الحقيقية ويرجع عن الأمر ده، لأن دي إشارة إن أنت بتعمل حاجة غلط وهم بينبهوك. 15، رؤية أنك تقبل أمك المتوفية في المنام، هذه الرؤية جميلة جدا، تدل على الرزق وتدل على قدوم الأخبار السارة والسعيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. 16، رؤية تقبيل يد الأم في المنام وهي متوفية، وهذه الرؤية بالنسبة للمرأة المتزوجة، فهذه الرؤية تدل على الاستقرار الأسري للمرأة المتزوجة أو حتى المرأة المطلقة أو حتى المرأة الأرملة، هذه الرؤية تدل على الاستقرار الأسري، في استقرار في البيت، ما فيش مشاكل، ما فيش خلافات، إن أي امرأة ترى في المنام أن أمها المتوفية أو الميتة جاءت لها في المنام وقبلت يدها، المرأة اللي قبلت يد أمها في المنام، هذه الرؤية تدل على الاستقرار، حياة ما فيهاش مشاكل. 17، رؤية الأم سعيدة، لكن هذه الرؤية للمتزوجة تدل هذه الرؤية على الحمل، تدل هذه الرؤية للمرأة المتزوجة على الحمل إن شاء الله. 18، ودي الأخيرة، رؤية الأم المتوفية للحامل تدل على الولادة السهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. دي كانت كل الرؤى اللي جمعتها عن رؤية الأم المتوفية في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.